والدكتورة عبلة أستاذ ورئيس قسم بكلية طب القصر العيني. نادية. أيوة سعيد. هي الدكتورة عبلة لها واحدة في نفس القسم بنفس الاسم عبلة عبد الرحمن؟ يعني إيه؟ مش فاهمة. جاوبيني على قد السؤال. مش عارفة، الحاجة الوحيدة اللي أعرفها إن مفيش ست غيرها رئيسة قسم في الكلية. دول كاتبين اسمها بالمفتشر في الجورنان. هو في إيه؟ أنا مش فاهمة. اتفضلي خدي اقري وشوف أختك واللي حصل لها. استرها علينا يا رب. هي مظبوط ولا مش هي؟ هي. عشان كده الدكتور خيري جوزها طلقها، مظبوط؟ مظبوط. وكنت عارفه ومخبيه عليا، وكنت بتقفلي على الموضوع، وكنت رافضه ان انا اروح اقعد مع الدكتور خيري واصلح بينهم، مظبوط؟ مظبوط. مظبوط يا سعيد. والموضوع ده حصل امتى؟ وازاي؟ ما كل حاجه منشوره عندك في الجورنال. الله. يا دي المصيبه السوداء. اوري وشي للناس ازاي؟ وكل اهالي العيال اللي بديهم دروس خصوصيه عارفين انها اخت مراتي. وهي ذنبها ايه بس؟ من غير كتر كلام، ليها ذنب؟ مالهاش، احنا في كارثه وفضيحه. ده حتى تفاصيل الخبر منشور بالكامل في الكورنان. اختطاف واغتصاب الاستاذ ورئيس قسم الطب القصر العيني. يا رب استرها يا رب. بقول لك ايه؟ خلي اختك تبعد عنا بقرها يا نادية. يعني ايه مش فاهمة؟ تقصد ايه؟ قصد ان سمعتنا بالدنيا يا نادية، ولينا جيران عارفينها من ايام ما كانت طالبة قدام حل من اتنين لما تيجي، يا اما تلم هدومها وتمشي من هنا، يا اما احنا نلم هدومنا ونشوف مكان تاني نقعد فيه. طب شو اسكت انت، هتلاقيها هي اللي بتضرب الجرس. بس يا عبلة زي ما انت شايفه بالظبط، دول كلمتين سعيد قالهم بس من صدمته. بس انت عارفه قد ايه هو طيب. اه طبعا قلبه طيب جدا، والقلب الطيب اللي مليان بخير بيبان وقت الزنقه، ومفيش اكتر من الزنقه اللي انا فيها. ما هو بصراحه بقى يا عبلة، بصراحه يعني ما تزعليش مني، انت اللي ركبتي دماغي. ركبت دماغي؟ بصراحه انت المفروض ان انت تتنازلي، حاولي تلمي الموضوع شويه ومش هيلاقوا حاجه يكتبوها في الجرايد والناس هتنسى. عنهم ما نسيوا، انا هنسى ازاي اللي جرالي؟ هنسى ازاي؟ دي حادثة مهما كانت كبيرة هتصغر مع الزمن يا عبلة. لحد لما اموت مش هنسى، واشوفهم قدامي في حبل المشنقة مش هرتاح ولا ههدى لي بالي. تعالى اقول لها كلمتين. على فكرة يا دكتورة الوقت متأخر، يا ريت تستنى للصبح. ده بدل ما تقول لها ما تمشيش. ملوش لزوم الكلام ده. بكرة مربي الأجيال الفاضل هيعرف إن أنا اللي عملته بحمي الأجيال اللي هو بيربيها. عشان خاطري، عشان خاطري تهدي شوية. اغزي الشيطان، اغزي الشيطان يا عبلة وخليكي بقى ما تمشيش. عارفة في وشوش كتيرة قوي اتكشفت قدامي، وخصوصا في المحنة اللي أنا فيها. السؤال في كلمتين، إحنا مين وليه وفين؟ ليه بنضحك وإحنا أصلا مجروحين مجروحين؟ السؤال في كلمتين، إحنا مين وليه وفين؟ ليه بنضحك وإحنا أصلا مجروحين مجروحين؟ نقول عالظلمة ونقول عالظلمة فجأة، وأما البريق يشتكي يروح ما نعرف فين، وأما البريق يشتكي يروح ما نعرف فين. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. ازاي ما يرضي مين ده؟ نطردها من بيتها؟ والاخلاق ايه ودين ايه؟ ده احنا طلعنا ولا حاجه. احنا ما عملناش حاجه غلط، هي اللي ركبت دماغها وفضحتنا. لا بقى حد عارف الصح ولا بقى حد عارف الغلط،
بقى يا ربي لا ولد ولا بنت ولا أخت حتى تقف جنبها. كفاية بقى يا نادية، أنا مش ناقص. طبعا ما انت هتزعل شوية وفي الآخر هتدخل وتنام، لكن هي بقى تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ اقرا الحادثة، اقرا الخبر، حادثة اتصابت دكتورة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. سلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. مالك يا ابني؟ بابا ما فيش أخبار عن عبلة؟ لا يا ابني ما فيش أخبار، لكن ايه المناسبة؟ في خبر قريته في الجورنال عن الاغتصاب قلقني قوي عليها. خبر؟ خبر ايه يا ابني؟ اتفضل يا بابا اقرا بنفسك. اتفضل. يا ساتر، اللهم احفظنا يا رب. اختطاف واغتصاب الاستاذة ورئيس قسم بطب القصر العيني، مش ممكن. ممكن تكون عبلة واحدة منهم. مش عارف يا بابا، والله ما انا عارف. طب اتصل بيها يا ابني وطمنا. اتصلت يا بابا، وجالس محدش بيرد في البيت والموبايل مقفول. اتصل بنادية اختها عقبال لما البس. حاضر يا بابا. برضه محدش بيرد.